صيد السمك حرفة ومهنة، ومفيش صيد سمك من غير شبكة. الشبكة شيء مهم جدا للصيادين، ومفيش مركب بتطلع من غير شبكة. الشبكة باب رزق لصيد السمك للصيادين. وفي ناس مهمتها غزل الشبك ده، هي مش يعني مش ظاهرة في الصورة، لكن عليها عامل كبير جدا في صيد السمك. من الناس الجميلة دي أم حبيبة اللي بقالها أكتر من 10 سنين بتقوم بغزل الشبكة اللي بتجيب سمك. مساء الخير. مساء النور. زي حضرتك. أهلا وسهلا. أم حبيبة، أنت اللي بتغزلي شبك الصيادين. أنا جزء من الناس كتير بتغزله. يعني مهنة شقة، وقلتي لي ما يشتغلش فيها إلا اللي بيحبها. أيوه، لان هي تعبه صعبه شويه في التعامل مع، لان كميه يعني شبكه زي دي ممكن تاخد وقت. شبكه زي دي يعني بتبقى من 10 ل 12 كيلو او 15 كيلو. فناخدها ممكن تقعد وياي شهر او شهر ونص، حسب حسب ما انت حسب قدراتك، وحسب ايه القعده اللي انت ممكن تقعدي عليها، لان ممكن اقعد عليها مثلا فتره ممكن مشغوله في حاجه تانيه، فانت لو قعدت عليها ممكن تخلصها في شهر. بتقعدي وقت قد ايه؟ ممكن اقعد ساعة واتنين وتلاتة وانا قاعدة. اخلص حاجة شغل بيتي يعني، واقوم قاعدة مثلا من ساعة العصر او بعد العصر لغاية المغرب لغاية العشاء وانا قاعدة عليها، عشان اقدر اعمل كمية كبيرة عشان اقدر اخلصها. وليه تعملها؟ انا شايفاكي يعني مثلا دي اسمها ماجة. ماجة. ايوه. دي نوع معين من العصيان مثلا او الخشب؟ لا، دي خشبه اللي بيجيب لنا الغزل بيديها لنا، يقول لنا انا عاوز الباديه دي على الماجه دي، وبيديها لنا. في هنا دي في ايه؟ في مجني كان هنا حاجه ثانيه. طب نشوف هنا. في هنا ده اسمه ماج. ثواني كده بس عشان ايه؟ ده اسمه ماج اللي هو العصيان دي. ده خشب يعني بيدهولنا واحنا نعمل عليه. دي صغيره اهي، دي اكبر منها، ودي انا بنحط فيها العيون بنعملها عيون، ودي اكبر منها. وفي اكبر من دي كمان، لان دي انا باديه بناخدها نعملها على 30 عين في الاول خالص. زي ما حضرتك شايفه كده. ايوه، تبقى 30 عين نطلعها على 140. في حاجه بنضربها فيها بنقول عليها ميس، امياس. بنضربها فيها عشان تكبر لغايه 100 وكام؟ 140 عين. اللي هي الخيوط دي بتتصنعوها 140 عين. عين، ايوه، هو بيطلبها مننا كده لصاحبها. طب دي مقاسات معينه. ما انا بقول حضرتك هي من 30 ل 140 فتطلع فتطلع اكتر من 20 30 متر. اما خلصت تبقى اكتر من 20 30 متر. تلاقي بقى بالحاجات اللي هي ايه صغيره. فهو بيقول لي صغيره. صغيره فالاكبر فالاكبر منها. لما توصل ل 140 عين. وده اسمه منقاض. بنفتح له فتحتين عشان نحط عليه الغزل زي ما انت حضرتك شايفه كده. ايوه. عشان نقدر نخشش في العيون، ونقدر نخشش فين؟ وانت بتشتغلي؟ ونقدر نخشش في العيون دي، ونقدر نعمل له ايه العيون اللي هو طالبها مننا. تمام. العيون بتعمليها لو بالعصيان الصغيره بتعملي العيون صغيره. بتبقى العيون صغيره وناعمه. لو هتكبري بتعملي بتبدا العين تكبر 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 تبع ما انت بتحط لها الماجه اللي هي دي. يعني اما تكون صغيره بتصغر، اما تكون كبيره بتكبر زي دي. دي برضو صنعه تانية ناس مخصصه بتعملها. هو اللي بيجيب لنا الحاجات دي. والحاجات دي يقول لنا اعمل لنا عليه. ايوه. فاحنا بقى لما اكون مثلا عندي فبخلي اي حد يعمل لي عليها واحده واثنين، لان ممكن تكون تتكسر ولا كده، فبعمل عليها واحده واثنين تبقى موجوده عندي. وده بعمل منه كذا واحد، مش واحد بس. ايوه، عشان اقدر امليهم واحطهم جنب، اعمل منهم مش كل حبه اقعد املي فيهم واخد وقت طويل. عمان لا، يبقوا جاهزين معاكي. يبقوا جاهزين معايا. وليه اتعلمتي الحاجات دي ازاي وفين؟ انا اتعلمتها في بيتنا قبل ما اتجوز. عندنا الجيران، عندنا مرات اخويا كانت برضو بتعمل الحاجات دي، فتعلمت. قعدت اتعلم شويه بشويه، لان برضو في الاول صعبه. فلان انا بمسك في ايد بصابعي وبعمل كده حركات، بحيث ان ما تقدريش تتعلمها من اول مره. شايفه ممكن شايفه ايدي دي. شايفه ماسكه صابعي من هنا. وده ممسك من كده،
يعني حركات صعبة عم اوصل للعين اللي انا بعملها. محتاجة انتباه ومحتاجة صبر كده، عشان اللي بيعمل لازم يكون عنده صبر، لان دي يعني ممكن توسع مني، ممكن تضيق مني فيتضايق بسرعة او يبقاش عنده صبر. تضطر تفكي واضطر افكها تاني وارجع اعملها تاني عشان تبقى مظبوطة، لاني لو عملتها وحشه الراجل بيفهمها ما ياخدهاش، ما يديكش حقها حتى كمان، يقول لك لا مش هديك لانك انت بوظتيها، فهو بيضطر يفكها ويعملها هو بقى عند حد تاني. ايوه، فلازم انت تكون فلازم يكون انا ما لازم اكون انا ماسكاها حلو وعاملاها بالظبط زي ما هو بيقول. ايوه طيب، هي بتتعمل صغيره يا قلت لي 40 فاكبر 30 عين في الاول. فبنطلع بلغايه 140 عين، فبنضرب في وسط العيون دي مياس عشان نزود عيون عشان توصل ل 40. ايه سبب ان هي الاول تكون عيون صغيره فاكبر؟ ايوه، ايه هو؟ لان هو في اول عند الصيادين والمراكب الشبكه دي بتبقى عباره عن شبكه كبيره، فدي بتتحط في اول في اول الايه الشبكه دي، لان هي عيونها ضيقه على اساس ان هي ايه ما يخرجش منها السمك ايه الصغير. ايوه، فدي يعني بتطلب من ناس كتير، بيقول لك دي انا احنا بنحطها في اول الشبك، فلازم نكون ايه اولها ضيق ضيق ضيق، وبعد كده بيبقى واسع، وبعد كده بيبقى اوسع اوسع لما يوصلوا للايه للحجم اللي هم مطلوب منهم او عاوزينه. العين الصغيره دي بالسمك الصغير ما يخرجش بره. ايوه، العين الكبيره دي بيخش بقى فيها السمك الكبير. اكيد بيبقى ودي يعني بقى شبكه كبيره، فدي جزء منها. يعني لسه اكبر من كده. في جزء دي جزء منها مش كلها، بيبقى اجزاء 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 لما يعملوا الغزل بتاعهم كله الشبكه الكبيره. طب انتوا بتتجمعوا بقى مع بعض؟ كنا في بيتنا كنا في بيتنا بنلم البنات ونقعد قدام بابنا، يعني في وسع كده قدام بابنا وحده من الدريه، يعني نقوم لمين البنات ونقعد نعمل ونقعد بقى واحنا بنتكلم بن اي حاجه، يعني بنبقى قاعدين كده وامهاتنا قاعدين جنبنا كده بيسيروا زي ما كانوا زمان بيسيروا او بيتكلموا او حاجات من دي كده. اعتقد اللمه دي بتبقى برضه أيوة يعني ليها بتشجعنا جميل. انك انت تعملي اكتر ومن اللي عملت اكتر، ومن اللي عملت انت عملت اكتر مني، لا انا هعمل اكتر منك، فدي بتشجعك برضه على اساس انك ايه تخلص بديتك اكبر، حتى في الاخر العائد بتاعك بتستنيه بايه فراغ الصبر، فبتعملي بسرعه عشان ايه يجي لك العائد ده. انا عايز اشوفك انت بتشتغلي، دي مهنة متوارثة اعتقد من مئات السنين، يعني مهنة مفيش مركب تستغنى عنها. لا، وعندي جدتي وعندي مرات عمي ومرات يعني ونينتي والحاجات دي كانوا بيعملوا من زمان، يعني وعارف ان هم بيعملوها. يعني ظهرت مع بداية ظهور سر الاسماك. اكيد اكيد، من ايام ما كان اول ما ظهر سر الاسماك في المراكب كانوا بيعملوها، وحاجة اسمها شملة صغيرة بالنسبة لايه بيستربوها في البحاير في البحيرة اللي هي العادية الصغيرة، لكن ده بحر كبير واسع عاوز حاجة، لكن دي يعني كان نقول عليها شاملة، بنعملها مجرد وسعها كده، وهي طويلة بقى برضو متري او مترين، دي يعني بيستربوها في قلب البحيرة اللي هي الصغيرة. يعني كل مكان كل مكان وله أيوة الشبكة اللي خاصة بيه. ايوه، وله حاجة خاصة بيه. دي دي يعني مستوى يعتبر صغير، لكن البحر واسع، لكن دي يعني صغيرة بيجيبوا منها الحاجات دي. نشوف بقى وانت بتشتغلي معانا قبل ما نختم معاكي. دي سبع اهو بمسكها، سبع الصغير ده بمسكها وبمسكها من سبع الكبير ده، وارجع اقوم عاملها هنا عشان تخش العقده، دي عين اهي دي، وبقوم خشاها من العين اللي تحت واقوم خشاها في العين اللي فوق علشان اقوم ايه قافله، فبتطلع عين اهي، فتطلع عن كل ما اعمل بقى يطلع بقى عيون زي ما حضرتك شايفه كده كتير كتير كتير، لما اوصل للمطلوب اللي هو ايه عاوزه مني ايه صاحب الباديه. انت بتحسبي بقى الامطار اللي هو عايزه قد ايه؟ لا، هو بيقول لي اعملي لي في الاول طولها لغايه مترين او مترين ونص، ما تحطيش فيها مياس اللي هو اللي بزود بالعيون. بعد كده بقى بزود العيون لغايه اما اطلع لغايه المستوى اللي هو ايه عاوزه ومطلوب مني. هي يعني شغله، هي تعب، هي تعب، بس اللي بيبقى عاوز مثلا مش عاوز يخرج بره للشغل او لحاجه بتبقى دي في البيت، طول ما انت فاضيه بتعملي فيها، ما انتش فاضيه بتشتغلي في بيتك وبتعملي حاجه بيتك، لكن طول ما انت فاضيه بتسعي تشتغلي فيها، يعني حاجه ايه مش هروح شغل مثلا في مواعيد محدده ولا حاجه، لكن دي بتبقى في قلب بيتك تشتغلي بها من النهار بالليل الوقت اللي انت بتكوني فاضيه فيه. ايوه جميل، شكرا.
زي ما شفتوا معانا في النهاية بتطلع شبكة كبيرة بيتم استخدامها في صيد الأسماك، وبنشوف المراكب وهي ماشية بيها، وبنشوف هما ازاي بيصطادوا السمك، لكن محدش فينا كان بيعرف ازاي الشبك ده بيتم صناعته وازاي ومين اللي بيصنعه. زي ما عرفنا مع بعض ان دي مهنة توارثوها الاباء عن الاجداد منذ مئات السنين. الام بتغزل او الجدة او الجيران بيجتمعوا مع بعض يتساملوا ويغزلوا الشباك اللي الصيادين بتشتريها منهم وبتستخدم في صيد الاسماك. مشاهدينا كانت عفوا كانت معاكم إيمان البلاقي لتحيا مصر، وشكرا لكم.